ومعنا من موسكو للمزيد الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية. دكتور محمود صباح الخير، أهلا وسهلا بك دائما على شاشة القاهرة الإخبارية. ما دلالة تكثيف أوكرانيا لهجماتها بالمسيرات، وخاصة ما جرى بالأمس وما طالته بعض المناطق في مقاطعة موسكو؟ أول شيء يسعد صباحك سيدة الكريمة وللأخوة المشاهدين. طبعا أصبح يعني خلينا نكون واقعيين، أوكرانيا تحاول بشكل من الأشكال استخدام الطائرات المسيرة داخل المدن فقط وليس على أهداف عسكرية أو أهداف ما يسمى بنية تحتية عسكرية أو تستخدم كبنية عسكرية تحتية مباشرة أو غير مباشرة، بينما تستخدمها فقط ضد المدنيين. هذا أصبح أمرا واضح، هي الهدف منها زعزع يعني إثارة الرعب في داخل الروسي. هذا المهم، يعني هذا بالنسبة الأهمية لهذه الطائرات، ونعلم ليست بكمية كبيرة، هي بكمية قليلة تصدى لها الدفاعات الجوية. البارحة وقعت على من هون حوالي 2 كيلومتر نزلت الطائرة المسيرة في منطقة إسرى، أنا في منطقة إسرى الآن مقيم، وأدت أنا رأيت بعيني كيف أدت إلى إصابة منزل عادي، يعني أصاب فيه مدنيين. يعني الهجوم هو فقط لما يسمى الهدف، الهدف هو زعزعة الاستقرار في الشعب الروسي. لماذا؟ لأن يمكن أن يفكر الجانب الأوكراني أن ما عندما الشعب الروسي يزعر أو يخاف سيضغط على قيادته لإنهاء العملية العسكرية أو البدء بالتفاوض أو إعطاء بعض التنازلات. هي الفكرة الأوكرانية، وطبعا الفكرة ليست أوكرانية 100%، هي غربية يعني من معلمين الأوكرانية الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم جيدا أن المدنيين دائما يستهدفوا كهدف لما يسمى قلب الأنظمة، يعني نعلم الربيع العربي كيف استخدم من الشعوب المضطهدة نوعا ما للإيقاف بانقلاب الأنظمة، هي استخدام المدنيين، الثورات البرتقالية، الآن الطائرات المسيرة، هي أساليب تخضع لما يسمى قلب الأنظمة داخل المدن أو للعمل الطابور الخامس ليعمل بشكل جيد، ليبدأ ما يسمى الفوضى الشعبية أو ما يسمى الانتفاضة الشعبية داخل المدن. لذلك عندما الطائرات المسيرة لا تستهدف أهداف بنية تحتية لن تغير أي شيء على الجبهة العسكرية. الطائرات المسيرة يجب أن تستهدف مصانع ذخيرة لأنها وزنها قليل، مصانع ذخيرة، مصانع وقود أو معامل وقود أو إنتاج وقود يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى تدمير أو تعطي تأثير على خطوط الإمداد، بينما استخدامها بشكل مخفف وبشكل قليل على مناطق او مناطق مدنيه هذا فقط يعني كما قلت لك هو السبب الاساسي، هو نشر الزعر داخل الطرف الروسي. وهنا يعني هنا المشكله ان اوكرانيا تعلم جيدا ان الشعب الروسي لا يخاف لانهم شعب واحد كان، وكذلك الشعب الاوكراني لا يخاف، يعني روسيا واوكرانيا شعب واحد تقريبا ولا يخاف من هذه العدم يعني ما يسمى الطائرات المسيرة وما هو عليها والانفجارات. نعلم حرب الشيشانية الروسية كان هناك بنود كاملة تنزل في موسكو على مع سكانها، ومع ذلك الشعب الروسي لا يعني لم يخاف ذلك الوقت، وأدت المعركة الشيشانية لانتصار روسيا وقطع الشيشان تحت سيطرة روسيا. لذلك أنا في رأيي هي أساليب يعني قريبة من الإرهابية، بما أنه ان الطائرات المسيرة او الأسلحة عندما لا تستخدم ضد البنية العسكرية التحتية او البنية يعني البنية التي تستخدم للجيش الروسي، هاي تستخدم كأداة اسلوب ارهابي، وهذا ما ذكرته بعض المصادر الأمريكية. يعني مجلة نيوزويك قالت ان اوكرانيا بدأت تستخدم اساليب الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش في حربها مع روسيا، هذا مجلة نيوزويك هي مجلة أمريكية بامتياز وذكرت هذا الشيء. طيب، هي أساليب إرهابية لا أكثر. طيب، صحيح أن هذه المسيرات لم تحقق أي نتائج تذكر، إلا أن وكالة تاس الروسية قالت أن هناك قرارات بإغلاق عدد من المطارات، إن لم يكن كل المطارات في هذه المقاطعة، أهم ثلاث مطارات تم إغلاقها ضد رحلات القادمة أو المغادرة. كيف يمكن أن نفهم هذا الإجراء، وما الذي تتحسب له روسيا من جراء تكثيف المسيرات الأوكرانية عليها؟ يعني إغلاق المطارات شيء طبيعي، لأنه عندما تدخل مسيرات يمكن استخدامها أول شيء بالدفاع الإلكتروني أو منظومة الدفاع الجوي، فلا تستطيع الطائرات المدنية أن تحلق في ذلك الوقت، عندما انتهاء من هذه المسيرات يمكن أن تدخل الطائرات. فمنع الطائرات من الدخول أو الدخول إلى مطارات ما يسمى احتياطية هذا شيء طبيعي، يعني يحصل في كل ما يسمى في
كل حرب أو كل ما يحصل من أي شعور للدولة بتهديد الأمن الجوي يمكن أن إغلاق المطارات. فإغلاق المطارات شيء طبيعي، إغلاق المطارات يؤدي إلى خسائر، ولكن المطارات المدنية تغلق، المطارات العسكرية لا تغلق. يعني المشكلة كما قلت لك، المشكلة هي مستهدف، هي هذه الطائرات تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية. لماذا قلت أساليب إرهابية؟ لأنه الطائرات هي مدنية، الركاب هم مدنيين ليسوا عسكريين، فالطائرات العسكرية تحلق إن كانت الطائرات المسيرة موجودة أو غير موجودة. يعني هذا يؤدي ما يسمى إلى دائما تأهب الأمن في روسيا. روسيا تخوض عملية عسكرية خاصة، هذا أمر مهم جدا. لذلك كل المنظمات المدنية الآن هي في حالة تأهب، وشيء طبيعي أن يغلقوا المطارات ويقفوا يعني ضد هذه الهجمات، شيء طبيعي. اليوم في روسيا أو البارحة في روسيا تم تزويد كل مواطن روسي بمنظومة على التليفون والسمارت فون، تنظيم ما يسمى برنامج الرادار. يعني أي مواطن روسي الآن يرى جسم طائر يستطيع مباشرة في خلال ثواني إبلاغ وزارة الدفاع الروسية عن طريق التليفون، لأن نعلم جيدا أن المسيرات هو أجسام خفيفة لا تستطيع الرادارات الحديثة بما يسمى رؤيتها، لذلك يمكن أن ترى فقط عن طريق العين البشرية أو ما يسمى السمع. لذلك زودت الآن روسيا تحضر نفسها كما ذكر الريبرتاج أيضا بطلاب المدارس الآن دخلت منهاج الطائرات المسيرة. هذا كله يأتي ضمن التحضير لما يسمى الحروب القادمة، لأن نعلم جيدا أن روسيا تخوض عملية عسكرية خاصة صحيح ضد أوكرانيا، ولكن عندما تنتهي في أوكرانيا هناك أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لن تسكت. هناك كازاخستان الآن تدخل فيها بشكل مباشر، مولدافيا أصبحت عدو لروسيا. يعني كل هذا الشيء روسيا تحضر نفسها لمعارك مع جيرانها التي تخرج عن طوعها، هذا الشيء طبيعي جدا. وهنا نقطة مهمة دكتور محمود، يعني روسيا ما زالت ترى في هذه العملية عملية عسكرية خاصة تخوضها في شرق أوكرانيا، في المقابل تتعامل أوكرانيا على أنها حرب شاملة. كيف لهذا التباين أن يؤثر على مستقبل المرحلة المقبلة من الحرب؟ يعني كيف نتوقع مستقبل الحرب في أوكرانيا؟ ما هو المقصود بالعملية العسكرية الخاصة؟ المقصود بالعملية العسكرية الخاصة أن روسيا لم تقطع حبال التواصل مع الدول الداعمة لأوكرانيا ولأوكرانيا، وبالإضافة أن استخدام عدد قليل من الجنود واستخدام ما يسمى جزء من البنية التحتية العسكرية، هذا يعني هو عملية عسكرية خاصة. بالنسبة للجانب الأوكراني هي حرب بالفعل، لأن تحارب بكل قدراتها العسكرية، يعني لديها ما يسمى تعبئة عامة، اليوم نحن بالتعبئة الثامنة وهي بحاجة إلى جنود، لذلك الحالة وحالة الحرب موجودة في أوكرانيا، لأن أوكرانيا كلها معرضة للهجمات الروسية، هذا أمر مهم جدا. لذلك بالنسبة لروسيا عملية عسكرية خاصة لأن تحارب بجزء، وبالإضافة تحافظ على قاتل. يعني على سبيل المثال حتى الآن روسيا تصدر غاز لأوروبا لحلفاء أوكرانيا عن طريق أوكرانيا، يعني ترانزيت عن طريق أوكرانيا، حتى الآن أوكرانيا تستلم النقود بهذا الترانزيت عن طريق روسيا. لو كان هناك حرب يجب منع كل يعني قطع كل أربطة التواصل مع الدول التي تدعم هذه الدولة أو مع الدولة نفسها. لذلك بالنسبة لروسيا حرب، عفوا عملية عسكرية خاصة، بالنسبة لأوكرانيا حرب. ولكن كيف سيؤثر هذا يعني في المستقبل القريب؟ نعلم جيدا أن الأمور واضحة عندما تستسلم أوكرانيا وتخضع للشروط الروسية يمكن أن يكون سيبدأ السلام. عندما استمرار مقاومة أوكرانيا ودعمها بشكل مكثف الأسلحة سيزيد من طول أمد الصراع أول شيء، ويمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة في المستقبل. هذا الأمر مهم جدا، إذا لم يوعى الغرب له يمكن أن تبدأ الحرب العالمية الثالثة، لأنه هناك قاعدة معروفة بعد الحرب العالمية الثانية، الدول النووية لا تخسر حربا، الدول النووية دائما السلاح النووي موجود لحفاظ على هذه الدولة. فالدول المسلحة نوويا وخصوصا روسيا لديها أكبر ترسانة نووية في العالم هي للحفاظ على الدولة على الخريطة السياسية، إذا كان هناك أي تهديد يمكن أن تستخدم هذه الأسلحة. لذلك انتهاء هذا الصراع يجب أن يكون عن طريق الاستسلام لشروط روسيا، هذا أمر مهم جدا، لأنهم الناتو أتى إلى حدود روسيا وليست روسيا أتت إلى حدود الناتو. شكرا. هذا أمر مهم جدا. شكرا جزيلا لك من موسكو الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية.